كانت سنه 2001 لما بنلعب ليبيا والكابتن محمود الجوري كان موجود، وكان معانا كم نجوم، محمد بركات وخالد بيبو، نجوم كبار جدا كانوا موجودين. والكابتن جوهري قال لك بعد المباراة انت تقف في المراية وتسب لنفسك في المراية وتقعد تشتم نفسك انت ايه اللي انت عملته ده. وانا ماشي في الكوريدور بتاع الفندق ولقيت الباب مفتوح، محمد بركات واقف وبيسب لنفسه وبيتف على نفسه في المراية، وايه اللي انا عملته ده. يعني كان عاصم موقف مع الكابتن جوهري واحنا جايين في اسبانيا، عايزين ترانزيت في اسبانيا وعنداب، كنا راجعين وطيارة من كونغو وحاجات كده، ورحنا اسبانيا. فالكابتن جوهري كان اللعيبه كان زعلان منهم ان كنا جايين من التعب وبتاع، فكنا عايزين نخرج، اللعيبه عايزه تخرج تاخد ايس كريم والحاجات دي. فالكابتن جوهري بقى زعل وبتاع عشان ما نتدلعش، فخصمنا. فكلنا بقى قعدنا نخبط على الباب عشان يفتح وكده، فقعدنا معايا صالحناه. فدي المواقف الجميله اللي حصلت. كابتن نبيل محمود طلع مره بوش غوريلا لكابتن هشام يكن من الدولاب في واقعه، يعني من الواقعات اللي بتقع على ظهرك فيها. يعني المقالب كتير، انا فاكر يعني محمد صلاح ما كانش بيعرف يعوم، فاتفقت مع بعض اللعيبه انه يحطوه في حمام، يعني حاجات كتيره من هذا القبيل يعني. لا انا فاكر واقعة كوميدية بس كانت في ماتش كنا بنلعب وقتها منتخب اولمبيا، انا فاكر اللي جات في دماغي دلوقتي. وبعدين محمد يوسف جاله ارتجاج وكنا بنلعب ملاوي في ملاوي. هو محمد يوسف يعني كان ما شاء الله كان قوي، عنده اصرار وعنده عزيمة يعني راجل قوي في لعبه يعني. فهو يعني انا خلاص اتخبط يوسف وقام ووقف وبتاع، فلقيته جاي، يعني احنا خلاص الفرقه بتطلع عشان تطلع ورا الكوره، فلقيت يوسف جاي عليا لوحده. فقلت له يوسف انت رايح فين؟ قال لي انا ايه بعمل ايه اللي بعمله. فقلت له انت رايح فين، انت اوكي انت تمام؟ فقال لي انا تمام بقى مفيش ايه، احنا في ايه المشكله وبتاع. فعرفت ان هو فقد الوعي. قلت له يوسف احنا بنهاجم كده، احنا مش هنهاجم كده.